السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج آية وحكاية. سيدنا موسى مشي ومعاه سيدنا الخضر عليهما السلام، مشيوا على ساحل البحر منتظرين إن حد يحملهم من ساحل البحر. فعدت عليهم سفينة، فسيدنا الخضر قال لأصحابها ممكن نركب معاكم؟ فأصحاب السفينة عرفوه فقالوا له أهلا بعبد الله الصالح، فحملوهما معهم بغير أجرة إكراما لسيدنا الخضر. أول ما دخلوا السفينة واطمأنوا فيها، سيدنا الخضر مسك قدوم، حاجة زي الفاس كده أو حاجة زي الشاكوش، وضرب خشب السفينة لحد ما خرمها، وجه على لوح من السفينة فخلعه وغطى مكانه عشان ما يبانش. ده كله سيدنا موسى مستنكر اللي بيشوفه، ما تمالكش أعصابه وما تمالكش نفسه. قال له هو ده جزاء اللي أكرمونا وحملونا من غير أجر يا خضر؟ جزاءهم إنك تغرقهم؟ قال له مش أنا قلتلك مش هتقدر تصبر معايا؟ فتنبه سيدنا موسى إنه بالسؤال ده نقض الاتفاق بتاعهم مع بعض، فقال له خلاص معلش أنا نسيت، لا تؤاخذني بما نسيت، ولكن لا تشدد علي ولا ترهقني بما لا أحتمله. وغادروا السفينة ومشيوا، فقابلوا بعض الغلمان بيلعبهم. سيدنا الخضر أمسك بواحد من أحسنهم وضرب راسه بالحجر فموته، فكان ما حدث بالنسبة لموسى أمرا منكرا لا صبر له عليه، فزعق أتقتل نفسا زكية؟ لم تقترف ذنبا تستحق عليه هذا الفعل؟ سيدنا الخضر قال له مش أنا قلتلك مش هتقدر تستحمل معايا وتصبر؟ سيدنا موسى تذكر العهد تاني وقال له خلاص أنا لو اعترضت عليك في حاجة تانية فأنت حل من مصاحبتي، تقدر تعمل اللي أنت عايزه لأني كده اعتذرت لك مرتين. فانطلق مرة أخرى، دي التالتة. وصلوا القرية، أهل القرية دي فيهم صفة البخل، فطلبوا منهم الطعام، فأهل القرية رفضوا أنهم يدولهم أي شيء، فتابعوا السير في القرية، كملوا مشيهم لحد ما لقوا جدارا في القرية دي خلاص على وشك أنه يقع. فسيدنا الخضر وقف وفضل يقيمه ويصلحه وبنى ما تهدم منه. وطبعا من اللي غضب؟ سيدنا موسى. قال له يعني أهل القرية بخلاء رفضوا أنهم يأكلونا وانت بتأملهم البناء بتاعهم اللي كان هيقع؟ مش الأولى أن بأجر بناء ده كنا ناكل ونشرب؟ سيدنا الخضر قال له انت شرطت على نفسك لما أنا قتلت الغلام أنك انت لو سألتني عن شيء بعدها تاني أنك مش هتصاحبني. يا موسى ده فراء بيني وبينك، ولكني سأخبرك بعلة ما فعلت، يعني أنا هقولك أنا عملت كده ليه، وده اللي أنت ما قدرتش تصبر عليه. وصدق الله العظيم إذ يقول فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك
سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. صدق الله العظيم. أصدقائي الأعزاء، وكانت هذه حكاية اليوم. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.